السلام عليكم، الاسم ديالي علي سعيد، كنبيع ونشري كتاجر في سوق الجمله طنجه. الله يجازي المسؤولين، كنطلبوا واحد الطلب نهار اليوم بالخصوص يوم الاثنين. بالخصوص يوم شحال اليوم الاثنين؟ سعود 11/2020. حنا ما بينا ما علينا، حتى قالك اليوم كاين الاضراب، حنا السلعه ديالنا هي مترشه، دخلنا السلعه 10 عليها للدوله، ما عرفناش ما بعنا ما شرينا، شنو هو الامر؟ شنو هو الدليل؟ شنو هو الدرب ديالنا حنايا؟ حنا ما عرفناش، ما علمونا حتى شي وحدين. هاد الناس اللي جاوا درنا البلطاجيه وحبسونا، بغينا نشوفوا الحل ديال هاد الشيء كيفاش، او شنو؟ واش هما مسؤولين؟ واش هما السلطه؟ واش هما حنا؟ انا بالنسبه لي انا اليوم فايق في التلاته الليل وجاي السوق الجمله باش نترزق الله، في الاخر قال لك ما كاينش البيع والشراء، بغينا نعرفوا علاش. ما عرفتش علاش، شنو هو الدرهم ديالي في هذه السلعه كامله فوق 10000 درهم؟ انا الناس ديال الدار البيضاء شنقول لهم؟ نقول لهم انا سيبتها ما يتقوش بيا، انا باقي عندي السلعه. شوف دي عينك اخويا شحال باقي عليه هذه السلعه. شنو هو الدرهم ديالي؟ شكون هو هذا السيد اللي حبس هذا السوق الجمله؟ شكون اللي حبس المارشي؟ شكون هو؟ شنو هو انا شنو الدرهم ديالي؟ هذا السيد شكون هو اللي حبس هذا السوق الجمله؟ واش ما كاين مسؤولين؟ ما كاين سلطه؟ ما فهمتش. ولكن انا كنوصل واحد الصوت ديالي، النداء ديالي لسيدنا، يشوفنا شي حل لهاد البلطاجيين اللي كيوقفوا سوق الجمله. وفين هما هاد المسؤولين؟ ما بغيت نعرف انا فين هما هاد المسؤولين. الله يهود، يجي الاخر يسبنا ويعايرنا. الله يهود، وحنا الحمد لله غادي في امور مزيانه ومحسنه وكترزقوا الله من رطايع السلعه ديالي اللي مترجعه. الله يجزيكم بالخير وعاش الملك. بزاف على هاد الشيء، هذا الظلمه صاحبي. بالنسبه انتم اليوم انت نشوفوا دابا ثلاثة هذه ولا جوج، يعني ما بعتوا والو هاد النهار. ما بعنا حتى شي حاجة، السلعة هي معشرة، ما بعنا فيها حتى شي حاجة. ها انت دي عين، حتى المواطن طردوهم من الدار، ما خلاوش يدخل للسوق الجملة. علاش؟ شنو هو؟ الله أعلم. الإدارة ما فراسها حتى شي حاجة، والإدارة خصها تكون فراسها شي حاجة، والسلطة. إيوا حنا بايتين هنايا وقيلين هنايا، وفي الآخر سايق الأخبار. إيوا فين هو؟ فين هو المسؤول اللي غادي يسيق الأخبار؟ يا راه خاص الناس يسيق الخبر، هي إيه متابقة معاك السلطة كذا، هذه أمور هي هذيك، غادا هي هذيك، ولكن في آخر ساعة قدرت تضرب كل شيء في زيرو. وهاد السلعة اللي باقا لي أنا، شكون اللي غادي، شكون اللي خاص اللي وقف المارشي أنا كنتبعو في هاد السلعة ديالي أنا، يعوض لي حتى أنا خاصني التعويض ديالي. مواني السلعة كيسالوني فلوس بلا فلوس، شنو الدرهم ديالي أنا وعاش الملك. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.